لا ما كيعجبنيش نهائيا. وشنو هو دوركم؟ دورنا كمسؤولين مركزيين على مستوى كرة القدم اولا هو التصدي لهاد التجاوزات الى صح القول، ولكن الدور ديالنا كيجي من بعد، تيجي من بعد تدخل ديال المسؤولين الداخليين ديال يوسفية برشيد. ما يقع داخل يوسفية برشيد او هذا الخلاف ممكن يكون خلاف او اختلاف، ممكن يكون تصدع داخل واحد النادي، ولكن خاصو يتدبر بالحكمة وبالعقل وبالحوار وبالنقاش ما بين اطراف. ممكن يكونوا جوج تيارات داخل واحد النادي او واحد المؤسسة كيف ما كانت. انا اليوم اللي كنعيب هو ان هادشي ما خصوش يخرج للعلن وما خصوش يتدبر بهذه الطريقة، ولكن راه المسؤول الاول والاخير اليوم قبل من التدخل ديال العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية هو المنخرطين ديال النادي، هو برلمان النادي، هو اللي قادر انه يرد الامور الى نصابها ويرجع المياه الى مجاريها بالحكمة، ماشي غير بالحكمة، بالقانون. مزيان ملي جبتي معايا كلمة القانون، انا هنا ما دمتي انك انت هو المصدر، احنا بغيناك توضح لنا، لاننا جاو عندنا ناس هنا اللي هما الان مسؤولين كيعتبروا نفسهم مسؤولين، لاننا هنا الحدود الساعة باقي دايخ، ما عرفتش شكون هو اللي عنده الشرعية من اللي ما عندوش. السي بالقشور، كان معنا رئيس الجمعية ديال يوسفية برشيد السي المدني، وكان معنا الكاتب العام السي عبد الإله نجمي، اللي كان واحد الإشكال مع واحد الحارس اللي ربما هو كاين ما كاينش، انسحبوا من الحوار معنا هنا على قناة شوف تيفي، قال لك ما نقدروش نكملوا.